وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس هتنتهي حياته في السجن. السجن السجن يا اسماعيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلله ولا فرحك. قلت لي التصوير امتى؟ بقول لك ايه، بص دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له اهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه، اصل السلك لمس في الكعبه فتقريبا الكهرباء. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضه على موضوع نبويه ده. ايوه صح. هو نبويه. نبويه ايه؟ احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده؟ انتي احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انتي تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انتي اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص. لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك. لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه. تسمع عنها؟ اوه اللي اسمع عنها. اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. شو بقى يا جماعه؟ هنبدا؟ اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط. انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا بمنتهى الانكسار وهتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ ما عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش أول مرة. أكشن. ستوب ستوب. مين قال ستوب؟ ستوب. إيه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحقنا يا أستاذ أدهم. الأستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بطنه مش أوتوبيس. أدهم. أيوه مجنة أزرق. أنا بشوف شغلي.
عندك حق. هو انا بس لو ايه ده هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس، خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه، بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره؟ اكشن. اسعاف، بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد، انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك؟ انت اللي عايز قلمك مش قلمك. يا ولاد انتوا مش حد من الرجاله كل ايه؟ سيبني يا حميد، سيبني يا ضلال. لبسني واحدة ست، وكمان جايب لي حمد الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه، ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حملة للتحرش. المرة الجاية هتجيبني في حملة ايه؟ تنظيم الاسرة؟ حد جاي؟ يا نهار اسود، وشك وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجة بدل ما نتكشف بسرعة. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغدة، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحملة خالص بجد. انت عارفة يا رغدة، أول مرة حد ايه ده؟ رغدة انت معايا يا ماما ولا ايه؟ لا لا ولا يهمك، أول مرة حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك أنا مبسوط جدا بجد. عشان كده أنا بفكر أغير الشعار بتاع الحملة، لو حد اتحرش بيكي خد حقك بإيديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة، مين هيوصل رغدة؟ أنا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض كرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله. أنا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة أنا ما ينفعش روح مع حضرتك خالص، لأن أنا أصلا ساكنة في أرض اللواء، وبعدين دي منطقة كلها رتب وفي لجان ممكن أتثبت هناك. طب خلاص يا جماعة مفيش مشكلة، أنا هوصلك في طريقي يا رغدة. يا جماعة ما تضغطوش عليها، أهلها مفاق. لا أنا موافقة أروح مع عند رانيا حتى نسهل بعض طول السكة. أنا مش فاهمة يا رانيا إزاي أنت بتتعاملي مع البني آدم اللي اسمه أدهم ده؟ ده بني آدم فظيع، تحسي كده. ألو رغدة، ازيك بتعملي ايه؟ بابا انت بشنطة السفر. طب انا محتاجة اشوفك ضروري. احنا مش هنسافر مع بعض، ده احنا هنقعد بوزنا بوز بعض كام يوم. بس الستايلست عايزة مقاساتك، ينفع تعدي عليا؟ اه يا حبيبتي ممكن طبعا ممكن. انا هتجنن. ليه في ايه؟ انت الكاب سايز بتاعك كام يا رغد؟ الكاب ايه؟ الكاب سايز. لا بصي، بالنسبة للبراهات انا دايما بتلخبط، فانت علشان تأمني نفسك نشيني من 35 لل 40، حاجة في النص كده. ايوه بس المقاس ده مش موجود اساسا يا رغدة. ما نسيت اقولك، دول مجننيني، ساعات بنام 35 اصحى ليوم 38. والله العظيم ما حد هيجنني غيرك، وزعلانة منك كمان. ليه يا حبيبتي؟ عشان ما جيتيش عيد ميلاد ملك يا رغدة. نسيت اقولك، يوميها ضربت خناقة مع بابي لرب السماء، نزل عليا بالحزام زرق لي جسمي، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش مسامحاه. انت لسه بتضربي لغايه دلوقتي يا رغده؟ انا عايزه اهرب يا رانيا، انا محتاجه اهرب. المهم انت مالكيش دعوه بالحاجات دي، طمنيني دكتور نجاتي بتاعك شاف اسماعيل ولا لسه؟ دكتور عجايتي مش نجاتي. اه شاف اسماعيل وقال لي عليه ان هو بني ادم حقيقي وشفاف. ايه ده، انت شكلك وقعتي على فكره يا رانيا. بصي يا رغده، انا بفكر فيه كتير قوي بصراحه، مش هنكر ان انا حاسه ان انا بجد معجبه بيه، علشان هو بني ادم ظريف ولطيف وشهم ومسؤول، بس انا مش عايزه التجربه دي تاني. طب ماشي يا حبيبتي براحتك، ما تعديهاش، بس احنا شكلنا واحنا في فلان السخنه هنقعد نهري كتير قوي في الموضوع ده. ايوه هنقعد نحكي مع بعض طول الوقت. انا قلت للانتاج ياخد لك الاوضه اللي جنبي، وفكرت كمان ان انا وانتي ممكن ناخد سويت كبير بدل ما كل واحده فينا تبقى في اوضه، ايه رايك؟ كان نفسي حبيبتي والله كان نفسي، بس انا عاده لما بسافر العين السخنه في اوتيل معين بحب انزل فيه، ليه ذكريات مؤلمه، فبحب اقعد في الشباك كده واجلد ذاتي. انت مش واخدي من الشاي عشان تشك فيها، عمال على بطال. اختيش يا اخي التصرفات دي مدام رغوة، انا مش هقعد لك فيها. مدام رغوة مش طايقه ريحتك يا اخي حقيقي.
شفتي يا رغده؟ مش هو وعدني قدامك انه هيبطل شك ويبطل تصرفات سيئه معايا؟ عارفه بيعمل ايه؟ مبهدلني. ديل الكلب ما ينعدلش ابدا. طب وليه ديل؟ ما هو كلب اساسا. اسف يا مدام رغبه، ده الموضوع مجرد زوبعة في فنجان. انت عارفه عمل ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مركب جهاز تصنط في التليفون بتاع البيت. ايه تصنط؟ ليه؟ متجوز جاسوسه؟ متجوز سيرين قهرولي؟ انت كل ما تشوفيني تضربيني بالشنطه في صدري. انا اسف يا حضرتك، بس انا ما كانش قصدي اتصنت عليها ولا حاجه، انا كنت بتابع تحركاتها. كل ده ليه؟ عشان بحبها، بغير عليها حتى من البلتكنات بتاع الشبابيك. ليه يا حبيبي بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ انت اي نعم فيك شبه من السيفون البلدي اللي متعلق في السقف، فاكره؟ ايوه، ابو سلسله في السقف. كل ده مش فارق، الراجل مش بشكله، الراجل باحساسه. تعبه نفسك في ايه؟ بتنصحي ده اكس باير. تاتا بالله العظيم، انا مسافره عند اهلي في المنصوره وهجيبهم هما اللي يتفاهموا معاك. لا كله الا كده، انا سكتت لك كتير، ما عنديش الكلام ده ولا ستات تسامر بالليل. تعالي هنا، خد تعالي هنا. اوعى شيل ايدك، وانا حلفت يمين ثلاثه اني مسافره يعني مسافره. عشان حلفانك ما يقعش في الارض، انا عندي حل كويس. مدام رغبه. رغبه يا حيوان. انا اسف يا مدام رغبه، ممكن النهارده تاخديها ببيتها في حضنك؟ انت متاكد؟ في حضنك. انت هتضلي قاعده على السرير كده مش هتنامي؟ لا نامي بالسلامه انت يا حبيبتي، انا هنام على الكنبه بره. اقسم بالله لا لم شنطتي دلوقتي واطلع على بلدي منصوره، ولا احس ابدا ان انا ضايقتك في بيتك. لا يا حبيبتي اقسم بالله لا امشي. هفهمك. اقسم بالله ما انا عدلك فيها. ايه اقسم بالله كتيره دي؟ انت فاكره نفسك في محكمه الاسره ولا ايه؟ الموضوع بس ان انا بشخر وانا نايمه فخايفه ازعجك يعني. تيجي ايه جنب حمار الحصاوي اللي انا متجوزاه اللي بيشخر حتى هو صاحي؟ انت شايفه كده؟ اه ماشي، اتفضلي ورحراحي. هتنامي كده؟ كده ازاي يعني؟ مش هتقلعي؟ انا لو قلعت هنزعل كلنا على فكره. في حد في الدنيا ينام ببشكير الحمام؟ ايه ده، وانا ما قلتلكيش؟ ايه؟ مش انا احتمال اخد دش وانا نايمه فقلت امن نفسي. ضحكتيني ضحكتيني يا مضروبه وانا مقهوره. في ايه؟ في ايه يا وليا؟ رغدة. انا حاسه ان ده رخيص قوي. رخيص قوي؟ بقيتي بكام يعني؟ مش قصدي، انا قصدي ان معامله جوزي ليا قدام الناس مرخصاني قدام نفسي وقدام الناس. بيحبك يا حبيبتي، بيحبك. الحب عمره ما كان كده، ده عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها. لا فيدي عندك حق، لا ده هو معدي الدبه بكتير. انت عايشه مع وحيد قرني حياتي. شفتي يا رغده، انا بتعذب قد ايه وساكته. بقول لك ايه يا يسرى حبيبتي، انا اللي بتعذب على فكره. انا متعشيه النبيض بالبيض يعني، قرصة كمان من دول حاجه تفلت مني انطرك برا الشباك. انا حذرتك على فكره. مخمضة وخناقة وخضة، سر القوة في سوبر رغدة. هايل هايل يا رغدة، استني رغدة، وعبي المية. حد يوصل المية؟ حد يوصل المية؟ بص يا زيد، انت حد يعمل حرفية؟